حدوده مصريه على الارض الاماراتيه. حكيم، عايز اعرف حكايتك ايه بقى مع القريه العالميه في دبي والجناح المصري؟ والله حكايتي مع القريه العالميه والجناح المصري، في الاول اقول السلام عليكم لكل الجمهور العربي اللي في كل حته في العالم، لان دي هتنزل على بواباتنا الجميله واخبارنا الحلوه. فبحيي كل الجمهور العربي اللي بيشوفنا في كل مكان. اولا الحكايه بتاعتي انا والقريه العالميه عن طريق الاستاذ ابراهيم جابر. كان السنه اللي فاتت زي الايام دي حابب يعمل افتتاح الجناح المصري في القريه العالميه في دبي، وطبعا كان لي الشرف وعظيم الشرف ان هم يختاروني ان انا اكون الجانب الترفيهي او الحفله او الشو اللي هو على هامش الافتتاح بتاع الجناح المصري. والحمد لله لقى اقبال ولقى نجاح باهر. والسنه دي لما عرض عليا الاستاذ ابراهيم تاني ما ترددتش لحظه في ان انا اكون متواجد، لان انا حسيت بوطنيته وحسيت بقديه ان هو بيحب مصر وعايز يعمل اي حاجه في الظروف اللي مصر بتمر بيها دلوقتي، سواء في السياسة، سواء في التجارة، سواء في السياحة، سواء في الفن. يعني عايز يقدم مصر بصورة هو شايفها في عينيه. لما بقعد انا بتكلم معاه بشوف، حتى لسه قبل التصوير وقبل التسجيل انا بقول لك شايف الراجل ده بيشتغل شغل جامد جدا. كل بداية حكيم في الامارات؟ لا، بدايتي في الامارات دي ترجع لسنه 92. انا مش عايز اكبر نفسي، بس هو جيت هنا اول مره كنت اجي فيها الامارات كانت سنه 92، وكان في مهرجان الزوارق السريعه، وكان الحفله دي كانت مع لاتويا جاكسون. والحمد لله يعني عملت حفله حلوه، ويمكن الناس لسه فاكرها لغايه دلوقتي بكل خير اهو، ويمكن انت سمعت عنها دلوقتي ان احنا عملنا حفله مع لاتويا جاكسون هنا. والحفله دي اللي نطرتني ودتني لمهرجان نانت، ومن مهرجان نانت بدا الشغل في اوروبا وفي امريكا. هي الحفله دي اللي كانت اساس وكانت السبب. يعني تشود نقدر نقول سر الارتباط حكيم بالمواطن الاماراتي، مش هو المواطن المصري. والله هو انا ارتباطي بالمواطن العربي عامه، لان انا بحب ان انا اطلع الطاقه من المتلقي او من المشاهد او المستمع او من المتفرج بطريقتي الخاصه. ليا طريقه، انا عارف الطريقه بتاعتي بتبقى عامله ازاي، وبالكلمه البسيطه اللي هي توصل لقلوب الناس، اللي هي الكلمه اللي احنا بنستخدمها في اليوم العادي. يعني تلاقيني ان انا بستخدم الكلمه بتاعه الشارع العربي، و بعمل لها امبلاج كده او بعمل لها غلاف جميل بفريم مزيكا، وببعتها للمستمع بيتقبلها وبيتلقاها وبيستقبلها بكل حب وبكل فرحه. ليه؟ لانه بيحس ان كلامه بيتغنى، مش كيمياء. فالبساطه هي اللي بتكون الرابط اللي ما بينه وبين المتلقي دايما، سواء الاماراتي او المصري او الكويتي او السعودي او التونسي او الجزائري او المغربي. او البوابات الالكترونيه اقدر اقول تسلم الايادي، هنسمعها بكره. تسلم الايادي دي اساسيه بكره، اساسي بكره تسلم الايادي. حكيم والسياسه، ازاي تسلم الايادي جت مع مصطفى كامل وايهاب توفيق والجروب الجميل الرائع؟ اغنيه بصراحه حركت فينا حاجات كتير قوي. على فكره هو اول واحد مصطفى كامل خد رايه في الموضوع ده هو انا، وقال انا بعمل كذا 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 معايا. قلت له معاك. قال انا بعمل اغنيه للجيش وعايزين نعمل اغنيه مش عارف ايه، قلت له انا معاك. وبدا كان الكلام ده في رمضان، وبدا كل ما يكتب كوبليه يبقى كلمني في التليفون يقول لي كذا كذا كذا، اقول له اه طب كويس حلو قوي كمل. بدانا مره على مره. ها، اول ما عمل الغنوه قلت له انا هاخد
الكوبليه ده وهاخد الكوبليه ده يا معلم. قال لي خلاص ماشي هتيجي تغني؟ قلت له هاجي اغني. رحت اغني، حتى كان حاضر اليوم ده في الاستوديو محمد جابر اخو الاستاذ ابراهيم جابر، كان معانا في الاستوديو ميها واخويا عم الحادثه بالعربيه. رحت سبت الاستوديو، شلت اخويا من على الاسفلت وديته المستشفى ومتدغدغ، ورحت راجع تاني الاستوديو غنيت وعملنا الاغنيه. اخيرا انا عارف ان حكيم جريء في الكواليس كده. ابراهيم جابر قال لي اول ما قلت لحكيم تعالى للسنه الثانيه احيي الحفله، قال انا موافق، رغم ان حد تاني ممكن يفكر 100 مره ان يجي سنتين ورا بعض. والله هو الشغل مع ابراهيم جابر يشجع ان الواحد يشتغل معاه، ولو طلبني في الهند ولا في السند هروح، لانه راجل محترم وراجل انا قلت لك قبل كده انه بيحب مصر، وهو شخصيه على مستوى الشخصي حاجه يعني كل الناس اتعاملت معاه، ومش انا اللي هحكم لان هتبقى مجروحه ليه، لان انا بحبه على المستوى الشخصي والمستوى الانساني، راجل محترم قوي وبيحب مصر بجد، وده اللي محببني في الشغل معاه.